النهاردة بقى هنعمل الكرشة بشكل جديد وبطريقة حلوة قوي قوي. هنعمل كرشة محشية النهاردة وبطريقة كده يا رب تعجبكو. لو أول مرة تشوفي قناتي، أنا قناتي اسمها مطبخ إمبراطورية ميم، يا ريت تشرفيني وتدعميني باللايك والشير واشتراكي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي. النهاردة هنعمل كرشة بقى، دي كرشة الضاني أو كرشة خروف، كرشة صغيرة كده. تعالوا مع بعض كده نشوفه، شايفين شكلها وشايفين جمالها؟ بجد بجد تحفة تحفة. يلا بينا نفتحها. شفتوا مستوية ودايبة بشكل خطير، حشيناها حشوة خطيرة يا جماعة، حشيناها بالفريك مع الصلصة اللذيذة دي. يلا بقى رغيف عيش وطبق بدنجان مخلل، وأحلى غدوة ممكن تعمليها كرشة بشكل جديد. غيري في أكلك ونوعي ومش هتندمي. تعالوا مع بعض وتابعوا لآخر الفيديو هتشوفي عملنا الجمال ده كله ازاي. أول حاجة كده كوباية كبيرة من الفريك، أنا عندي الفريك دوت بجيبه من الصعيد، فطبعا فريك الصعيد لا يعلى عليه، بيكون لونه أخضر زي ما انتوا شايفين كده وبيكون نضيف ومضمون. حطيت عليه كده هغطيه بالمية وأعلى من كميته كمان مية مغلية لمدة ربع ساعة. بعد كده بغسله كويس قوي قوي وبصفيه من اي مية، وطبعا بيكون الضاعف لتلات اضعاف. ادي الكرشة بتاعتي غسلاها ومنضفاها زي الفل، ومنضفاها بدون اي اضافات ومية من الحنفية. ارجع للفيديو اللي قبل ده هتشوفي كمان نضفت الكرشة وخليتها زي القشطة ازاي. حطيت طاسة بقى على النار، حطيت فيها معلقة من السمنة البلدي، اي سمنة عندك ممكن تستعمليها، بس السمنة البلدي مع الفريك طعمها حلو جدا. بصلاية كده مقطعها مكعبات، يا دوبك اقلبها تقلبتين وانزل بنص معلقة من الثوم المفروم، انا مش عايزاها تدبل ولا تاخد لون، يا دوبك تقلبتين اتنين. انزل بقى بالفريك بتاعي المغسول المتصفي ده، زي ما انتوا شايفينه الفرق بين الفريك بتاع هنا بتاع يعني بلدنا او اسكندرية او كده غير فريك الصعيد، وبيبقى لونه حلو قوي وطعمه كمان احلى، لان الفريك اللي بنشتريه من عند العلاب بيكون غلة او كده. بعد كده بعد ما اقلبه لمدة 10 دقايق انزل بقى كده ببصلاية وقرن فلفل وطماطمية واحدة مكعبات، اسيبه كده على النار لمدة 5 دقايق. بعد كده ابهره فلفل اسمر وملح، ربع معلقة من الـ7 بهار، مش هحط بهارات اكتر من كده، الفريك مش بيحب اي بهارات، مش قادرة اوصفلكوا ريحته وجماله. انتي بصي ممكن كده تاكليه كده بدون اي اضافات. ادي الكرشة بتاعتي زي ما قلتلكوا غسلاها ونقعاها ومنضفاها كويس جدا. الفريك دوت انا مستنيتش عليه يبرد خالص، هو بس هدي كده شوية. جبت الكرشة بتاعتي بقى، انتي ممكن تقطعيها قطع اكتر يعني اصغر من القطع اللي انا عاملاها دي. هبتدي كده احشيها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، وممكن كمان تعمليها صوابع وبعد كده تخيطيها. الحجم ده بتاعك انتي، انا حبيت قسمتها كده على 4 كور. زي ما قلت لكم دي كرشة ضاني وده كده الملفاح. احشيه برضو كده هو متقطع، هقول لكم دلوقتي برضو هدويه ازاي. ولا حته فريكه تقع منه على الرغم ان انا هسلقه في ميه، هتشوفوا دلوقتي في اخر الفيديو كل حاجه عاملاها ازاي. دي بقى كده حسيت ان هي كبيره فاقطعها كده قطعتين، ممكن 3 4، ممكن تعملي قطع اصغر من كده بكتير، بس انا اكتفيت ان انا اعملهم كده 4. ابتدي بقى كده انزل كده بالفريك اللي معايا، حط كمان حبة. يلا بقى مستنياك وتحط اللايك والشير واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفين عاملين شكل تحفة وحاجة جميلة. جبنا بقى الخيط وابتدي اربطها كده، شايفين يا جماعة الجمال بجد بجد، طريقة جميلة وطريقة تحفة قوي، وطبعا حاجة جديدة وتغيير في شكل الاكل كمان. وهنعمل له كمان دلوقتي شوية صلصة عنب، حاجة كده فاخر من الآخر. تابع معايا لآخر الفيديو وياريت تجرب الوصفة واكتبي لي كومنت جميل منك كده عجبتك ولا لا. بس هكمل بقى كده اربط كل ده زي ما قلتلكوا، دي كده كانت مقطوعة اخيطها كده بالإبرة والخيط.
الابره دي انا لسه شاريه دستة ابر دي جديده لسه مطلعاها. يعني اول حاجه ابتدي بقى كمان اربط من فوق كده، شايفين الجمال؟ تحفة تحفة يا جماعة بجد، جربي ومش هتندمي. ممكن تعمليها اصغر من كده زي ما قلتلك، وبناكلها كتير في المطاعم. انا شفتها بمطعم بس كانت يعني حجمها اصغر من كده بكتير، انا حبيت اعملها كده بالشكل دوت كده. اول حاجة كده حطيت حلة بقى على النار، اول ما تغلي هنزل بيها كده في الكرشة بتاعتي المحشية دي، ما تخافوش ولا هتفك ولا اي حاجة. شايفين هو ده بقى شكلها؟ انزلي بقى بالبهارات المطيبات بتاعتك، بصل وجزر وطماطم وورق لوري ومستكة وحبهان وفلفل اسمر والملح، ظبطي بقى حياتك. وبصي اعملها كل حاجة ممكن تحبيها، حطيها بقى في الشوربة دي. وكمان هنا حطيت حبة حبهان مطحون عشان اي روايح كده، انتوا عارفين الكرشة ساعات بيبقى لها ريحة، بس والله ما كان لهاش ريحة لان هي طبعا مغسولة وكويسة جدا. تعالوا بقى نعمل بقى كده صلصة جميلة. حطيت كده معلقة من السمنة وبشرت بصلتين، ضربتهم في الكبة، هنزل بيهم كده. انا برضو مش عايزاهم يغمقوا قوي او تحمر جامد، انزل كده بمعلقة حلوة من التوم. انا بحب اوي ميكس التوم مع البصل، بيديكي ريحة حلوة اوي اوي، بيديكي طعم كمان جميل. اقلب بقى اول ما تاخد كده اللون الجميل بتاعنا ده. يلا بقى حطي اللايك واعملي شير. هنا بقى انا ضربة طماطم ومصفياها، اضبط بقى الملح بتاعي ورشة من الفلفل الأسمر وحبة من الكمون وربع معلقة من السبع بهار، وكمان حطيت رشة سكر واسيبها بقى تغلي. انا مش عايزة القوام بتاعها يتقل، انا عايزاها كده لاني لسه هدخلها الفرن، فكده القوام بتاعها كويس قوي قوي. هضيف عليها بس كده نص كوباية من الفريك برضو نقعاه وغسلاه، مجرد ما تغلي غلوة هطفي عليها. وهنا الكرشة بتاعتي بقى، شايفين؟ شايفين شكلها؟ ابتدي بقى كده اطلعها اصفيها احطها في الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين، ولا حاجة اتفتحت ولا حاجة وقعت منها زي ما حطيناها. انا الكرشة بتاعتي هنا استوت بنسبة 90%، هتاخد بس 10% كده في الفرن. اخد بقى كده الصوص الجميل او الصلصة الجميلة بتاعتنا، صلصة بقى بالفريك، يبقى فريك في فريك بجد بجد، مع رغيف عيش وحبة بدنجان مخلل، حاجة تحفة، طعم خطير. هنا بقى انا هخففها شوية كده بحبة من الشوربة، اولع كده مش هتاخد اكتر من 10 دقايق او ربع ساعة ان هي طبعا مستوية، تغلي بس كده غلوتين تلاتة معانا. وكده طلعت بقى، وكانت النتيجة اللي شفتوها حاجة تحفة، حاجة جميلة، الطعم بجد خطير، جربي ومش هتندمي. تعالوا نطلع مع بعض بقى، بصوا بقى الجمال، دايبة 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 دوب. شيلي بقى حبة من الصلصة كده، شايفين شكلها يا جماعة؟ حاجة تفتح النفس بجد. بصوا هي مفتوحة اهي، يعني مستوية بنسبة 100%. بصوا السكينة مش مستحملة من غير ما امسكها ولا اي حاجة. والفريك اللي جوه بقى، دول بقى العشاق الفريك، احنا من عشاق الفريك، عيالي بيحبوا الفريك جدا جدا، في اي حشوات، في الممبار، في الحمام، في الكرشة، بندخله في اكلات كتيرة جدا. احنا بنيجي كده في اول الصيف او في الموسم بتاع موسم الفريك، وبنشتري كمية وبخزنها عندي، بتاخد معايا السنة كلها. شايفين؟